تحت غطاء المدنيين ويستخدمونهم دروعا بشرية، ونحن ما زلنا نستكشف كيف شيدت حماس طرقها وكيف تستخدم المدنيين دروعا بشرية، ووصلنا إلى عدد منهم وقتلناهم. في الجانب الشمالي المقاتلات الحربية استهدفت عددا من الأماكن لحزب الله ومخازن أسلحتهم، ورئيس الأركان زار الجنوب والتقى المقاتلين وقال إنه يجري التركيز على غزة، لكن هناك أيضا جهودا ميدانية لتحسين الوضع في الشمال، وهناك عمل ليل نهار في هذا الصدد. وفي الجبهة الداخلية أدعو المواطنين إلى الإصغاء للتعليمات، لأن تلك التعليمات تنقذ الحياة، ورأينا هذا يحدث بسبب تلك الشظايا التي تتناثر من الصواريخ. لا يجب أن نستهين بالوضع. 130 مخطوفا ما يزالون في غزة، يعني نحو 138 حسب معلوماتنا الاستخبارية. هذا هو العدد، وعلينا إعادة المخطوفين إلى ديارهم، وسنستمر في جهودنا في هذا الصدد. أبلغنا 7 من قتلى الجيش قتلوا اليوم، وهذا مؤلم. وهؤلاء الجنود هم الذين يساعدون إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب. ما الذي يمكن أن تقوله عن وضع النساء المخطوفات في غزة؟ فأحد المسؤولين الأمريكيين قال إن حماس لا تريد تحريرهن، ووزير الأمن كذلك قال إن أمامنا أسابيع لإنهاء هذه الحرب. هل هذه المدة كافية لتحقيق أهداف إسرائيل؟ بالنسبة للمخطوفين والمخطوفات، لقد سمعنا شهادات وشاهدنا كذلك أشرطة فيديو عن المخطوفين والمخطوفات. أنا تحدثت إلى أحد منهم جيلياكوف. والمخربين جبناء وسفلة أخذوا أولاد ونساء إلى الأسر في غزة. أولا يجب أن نظهر شجاعتهم، وهذه شجاعة يتحلى بها أيضا من ما زال مخطوفا ونحن نهتم بهم. بالنسبة للسؤال الثاني، علينا أن نكون نتصرف بحساسية كبيرة. هل معلومات مثل هذه أو تلك لن نتحدث عنها لأن قسم منها غير دقيق. يجب أن نكون مسؤولين. نحن نجمع